السلام عليكم البنات، صحيتو؟ وش راكم؟ كريم ديسان اليوم طبيعي ونباتي 100%. استعملت حليب جوز الهند. علاه تقدر ديروا اي حليب عادي، انا كنت ندير اي حليب عادي، بصح بما انه قناة صحية ومركزة على الحوايج النباتية، الحوايج الصحية يعني 100%، استعملت حليب نباتي. تقدر ديروا حليب الصويا اللي كنت درت لكم من قبل، بس على درت حليب نواة كوكو مش عجل بنا برك تاعو، الخطره جاي كريمي ودهني، ما يحتاجش انك ديري شوكولا باه يجيك كريم دي سير بنين، يعني كريم دي سير يجيك يهبل يهبل يهبل. انا خطره عاده ندير فيه يطرى حليب، ندير فيه باطا شيكولا يجيني خير من تاع برا. بما اني نحاول نيفيتي السكريات والشوكولا، الشوكولا تاع برا ماهيش طبيعيه، ما درت حليب جوز الهند لانه كريمي وميدم. حاجه واحده برك، انا هنا انا عاده يجيني مرخوف، يجيني كيما مش مرخوف، يجيني طري كيما الكريم دي سير تاع برا بنينه، مانيش عارفه انا لقيت نشاهنا جاني شويه قاسي، مش قاسي يعني جاني شويه محزوق، ماني منشيش الطريقه هذه. بصح شهايل الرب هنا ما تخافوش، مش راح يطلق البنه تاعو اطلاقا. نستعملو انا الرب نديرو في الحوايج تاع الشوكولا، خاطره بنت ما يبانش الجماعه اللي ما تشتهيش، يعني يكونوا هانيين. الحلاوه جا حلو روعه، رشه الملح نحب نديرها باه يجيني كونكوا كونكوا شوكولا نوار بنا كيما قلت لكم ما خلاش. تحبوا تنقصوا نشا يجيكم مرخوف عادي، انا خاطر نشتي مرخوف مع هكاك. عجب خويا عجب ماما، ماما قالت لي بان شوكولا ما يبانش طول كريم ديسير. انا شوفو انا دوك تبنتو جاني ناقص حلاوه، في العاده انا ندير ناقص حلاوه بصح مانيش عارفه انا جاني ناقص حلاوه. زدت وحكايه كل 6 مغارف في ايطرا كاكاو. بنات اذا عند ما عندكمش كاكاو اللي مش مليح غير ما كان لها تغامروا، سينو تقولوا لي كان ديسيرك مش بنين، ومش كان ديسيري مش بنين، الكاكاو اللي استعملتوه ماهوش بنين، لازم كي تروحوا تشروه يعود لونه بارد بني بارد وريحته ريحه شوكولا. بعد فريش داري يقعد حتى نسمعنا، انا نشتي نغطيه باش ما يديليش هذيك لاكروت الفوقانيه باش يجيني طيب كله كي مفك كي من تحت. غرانولا البنات سقسيتوني من قبل واش نديرو بها، قلت لكم تقدروا تاكلوها عادي مع الياغورت مع الحليب، وانا هنا هاو فاش نستعملها. نحبها يا سرفو كريم دي سير وفوق المحل دي تعطيني واحد البنه يا الهي. انا خاطره المحل بيو كريم دي سير ساعات نحب ندير فوقهم كاوكاو، يعني مكسرات كاوكاو صراحه سودانيه، لا لو تجاوزت لا يديك لا يجيبك، بصح من الجرانولا عالم واحد اخر. هخليكم الرابط لتحت تاع الجرانولا وتلقاوه في اخر الفيديو. وخلصنا بنات اليوم، الى اللقاء في وصفات اخرى. سلام.